السلام عليكم اخواني اخواتي، اهلا ومرحبا بكم في تصحيح لابارتي ديال الشيمي دي سوليسيون من المباراه ديال التعليم ديال دورات 2020. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لابارتي 1 كومبوزيسيون دان سيستيم شيميك اي لابارتي 2 ايتيد دو لا بريسيبيتاسيون بار كونديكتيمتري دوزاج اسيد باس. دونك الاخوان غادي نبداو ان شاء الله في هذا صحيح ديال هاد البارتي هادو. بالنسبة للبارتي 1 كومبوزيسيون دان سيستيم شيميك، قال لك هنا اف في 1 ايكال 100 مليلتر دين سوليسيون اكوز دو نيترات دارجون اجي بلس بلس ان او 3 موان دو كونسونتراسيون مولير سي ايكال 5 فوا 10 على بويسونس موان 2 مول بار لتر. اون اجوت اون ماس دو بلومب ام 0 ايكال 1.20 غرام. عطاني هنا واحد لي دوني على الاخوان، عطاني واحد البوتونسييل ديال الكوبل بي بي دو بلس بي بي، وعطاني البوتونسييل ديال اج جي بلس اج جي، وعطاني بطبيعه الحال لا ماس مولير ديال البلوم. دونك الاخوان هنا قال لي ليكسبريسيون دو لا كونستانت ديكيليبر كا اسوسيي ا ليكواسيون دو لا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون كي سي برودوي اي. المهم الاخوان هنا غادي نحسبوكا الطريقة باش كنحسبوكا راه واضحة جدا، كنجبدوها انطلاقا من لي بوتونسييل الاخوان في ليكيليبر، كنديرو بلي البوتونسييل راه كيتساواو ليا في ليكيليبر، ومن تما كنجبد كا ديالي. غنشوفو الاخوان صحيح مدي طيي، ولكن انت غادي تعقل على واحد العلاقة مهمة جدا هي باش تبقى تحسب كا دائما. دونك هنا ليكسبريسيون دو كا بالنسبة للكوبل ان راه عندها الاخوان البوتونسييل ديالها صغير، رجعوا لهنا كتشوف معايا البوتونسييل ديال الكوبل ان هو الصغير، او ان او 0 ان هو الصغير. دونك البوتونسييل ستاندار هو ديال الكوبل ان هو الصغير. دونك هي لاش غادي توقع اوكسيداسيون. دونك بالنسبه للكوبل ان غتوقع ليها اوكسيداسيون، بالنسبه للكوبل 2 عندها البوتونسييل ستاندار كبير دونك غتوقع ليها ريدكسيون. صافي هاد القضيه عقلوا عليها، لان هي ملاش غادي تجبد ليكواسيون اللي غادي توقع. بالنسبه ل او 1 الاخوان كتساوي او 1 0 بلس 0.06 على 2 حيت عندي هنا 2 ديال لي زيليكترون لوغ ديال بي بي دو بلس، حيت علاش؟ حيت لاكتيفاسيون ديال بي بي راه كنعوضو بواحد سي تان سوليد، هادي معروفه الاخوان. بالنسبه للكوبل الثانيه او 2 0 بلس 0.06 سور 1 حيت عندي ان زيليكترون هنا، دونك لوغ دو اجي دو اجي بلس. ليكواسيون اللي كتوقع ليا هنا هي هادي الاخوان، دو ا جي بلس بلس بي بي كتعطيني بي بي دو بلس بلس دو ا جي، وكا ديال ليكواسيون هي هادي بي بي دو بلس لا كونسونتراسيون ديال بي بي دو بلس على لا كونسونتراسيون ديال ا جي بلس او كاري. ا ليكيليبر او 1 ايكال او 2 كندير يعني او 1 موان او 2 راه كتعطيني 0. الى درت ليكاليتي كنوصل لهنا لهاد السطر هذا الاخوان، غتجبد ستيلو غدير هاد ليكاليتي غتوصل لهنا صافي. دونك هنا كنشوف شي طريقه باش نوصل لهاد كا، كا هي بي بي وهنا اج جي بلس او كاري. شوف معايا هنا الاخوان بالنسبه لاج جي فاش كترجع لهنا شنو عندي في اج جي؟ عندي 0.06 على 1 وهنا 0.06 على 2، وعندي في كا اج جي او كاري، يعني هاد الجوج خصني نشوف شي طريقه باش نخرجها. فهمتوا الاخوان؟ كنضرب هنا في جوج الفوق وجوج لتحت، وجوج ديال الفوق كنجيبها لهنا كتولي عندي اج جي بلس او كاري، وهنا 2. دابا ولا عندي هادشي مقاد، دونك الا درت البوتونسييل الاولاني موال البوتونسييل الثاني كنوصل لهنا، كنوصل لهاد كا ديالي هادي صافي الاخوان. هنا العلاقه اللي درت هي اللوغ ديال صافي الاخوان، هاد اللوغ هذا جمعته تفاهمنا، اللوغ ديال ا على بي هي اللوغ ا موال لوغ بي، هي العلاقه باش خدمت هنا. ومن لهنا كنلقى بلي او 1 0 موال او 2 0 كنجيب هاد 0.03 كتولي 0 على 0.03 كتساوي موال لوغ دوكا، ومن لهنا كنلقى بلي كا كتساوي هذا هو ليكسبريسيون ديالها الغولاسيون جينيرال باش كنحسب كا، باش تجي وتحسب ديريكت باش تربح لوطون. الاخوان راكم عارفين بلي الكونكور راه كيكون طويل، وداك الشيء يعني خص بنادم يحاول يجاوب في اسرع وقت ممكن. هاد الشيء دونك غتجي وتكتب ديريكتومون كا كتساوي 10 على بويسونس، انا كنضربو في واحد لو نومبر ديال ليكترون لي تشونجا في الرياكسيون كله، هنا كيبان لك جوج ديال لي زيليكترون هما لي تشونجا. دونك هنا جوج فوا او الكبير موا او الصغير على 0.06، تفاهمنا؟ هادي هي الغولاسيون جينيرال باش كنحسب
وفي هذه الحاله كنوصل الى ابليكي تاع ديريكتومون غنوصل لهادي، حيت جوج غتختز ليا مع جوج فوا 0.03 غتمشي معاها. صافي يا الاخوان، وهذا اللي لقى الريبونس ديالي هو بي. كيستيون 9، la composition du système chimique en néon Pb2+ et Ag+ à l'état final I. هنا الاخوان باش نحسب هاد لا كونسونطراسيون ديال Pb2+ و Ag+ ضروري خصني ندير طابلو دافونسمون. طابلو دافونسمون الاخوان هو هذا. ليكواسيون هي هادي اللي عندي هنا N2 N2 راه كاين كيفاش نحسبها، اللي كتساوي C فوا V1 بالنسبة في ليطا انيسيال. هنا عندي 0، هنا N2 موان 2X حيتاش عندي هنا 2 وهنا عندي X في ليطا ديكيليبغ. دونك هنا باش نحدد اكس لافونسمون ديالي، لانني الا حددت اكس غنتمكن نحدد لا كونسونطراسيون ديال هذا. صافي الاخوان، دونك باش نحدد هنا لا كونسونطراسيون، باش نحدد لافونسمون عفوا، غنشوف المتفاعل هنا اللي غيتقاضى. هنا عندي بي بي راه اون اكسي، دونك هذا هو المتفاعل الاول غيسالي. دونك ان 2 موان 2 اكس ايكال 0. من هنا غندير اكس ايكال ان 2 على 2، هي سي في في 1 على 2، وهنا اكس كتساوي 2.5 فوا 10 لا بويسونس موان 3 مول. دونك لقيت اكس الان. دابا غنمشي نحدد لا كونسونطراسيون ديال بي بي دو بلوس، اللي هو الاخوان غندوز هنا غادي نلقى بلي بي بي دو بلوس كيساوي اكس على في 1 اللي هو 2.5 فوا 10 على بويسونس موان 3 على 100 فوا 10 على بويسونس موان 3. تفهمنا الفوليوم كنرجعو لليتر الاخوان. دونك كنلقى بلي بي بي دو بلوس لا كونسونطراسيون هو هدا 2.5 فوا 10 على بويسونس موان 2 مول بار ليتر. صافي الاخوان، اذا الان غادي نمشي نقلب على ديال اج جي بلوس، وكنعرف بلي راه كتساوي بي بي دو بلوس على اج جي بلوس على بويسونس 2 هنا. صافي، غنجبد اج جي بلوس او كاري اللي هو الكونسونطراسيون ديال بي بي دو بلوس على ك، وكا غادي نمشي نحسبها غادي نلقى فيها 10 على بويسونس 31. صافي الاخوان تفهمنا. من هنا غادي نلقى بلي اج جي بلوس كتساوي لا كونسونطراسيون ديال بي بي دو بلوس سور ك، هادشي على بويسونس 1.5. دونك من هنا كندير ابليكاسيون كنلقى بلي لا كونسونطراسيون ديال اج جي كيساوي 5 في 10 ناقص 17 مول بار لتر، والريبونس الصحيح هنا هو دي. راه سؤال بسيط جدا الاخوان، فقط التركيز وغادي تجاوب بكل سهوله. لا بارتي 2، 25 دوغري سيلسيوس اون اجوت دو ليدروكسيد دو كادميوم، هنا سي دي او اش، سي دي هنا او اش، دون لو بيغ دو كونديكتيفيتي سيغما ديال لو هي هادي الاخوان عطاها ليا. Après saturation et filtration, on mesure la conductivité de la solution ainsi préparée. On trouve 1 sigma tbdlat, يعني sigma tzat. Automatiquement, علاش غادي تزاد ليا السيغما؟ حيت هنا الاخوان غيوقع ليا واحد الذوبان ديال هذا، هاد السي ا سي دي عفوا سي دي سي دي او اش، راه غيجوب ليا في الماء في لوبير، و الى داب غيخرج ليا السي سي دي. هما فين عطاني هنا هاد لي زيليمون سي دي دو بلس، ويخرج ليا اش او موان، يعني هادو هما اللي غيزيدوا ليا في هاد الكونديكتيفيتي. هنا السؤال الاول عطاه لك سؤال بسيط جدا، سؤال سهل. لا ديفيرونس سيغما دو سوليسيون موان سيغما دو لو ريبريزونت، علاش سيغما تزات؟ تزات بسبب هذا اللي خرج وبسبب هذا، حيت لانهم تكونوا. دونك هنا لا كونديكتيفيتي روليه او ايون دو كادميوم انتخدوي نو، ماشي هو الريبونس. لا ريبونس تاني روليه او ايون كادميوم اي ادرونيوم، واش عندي هنا شي ادرونيوم الاخوان؟ ما كاينش هنا الادرونيوم، لي زيون دي درونيوم ما عنديش. دونك لا كونديكتيفيتي روليه او ايون كادميوم اي ادروكسيد انتخدوي، عندي الكادميوم وعندي الادروكسيد، هما بجوج اللي غيزيدوا ليا في لا كونديكتيفيتي. دونك الريبونس الصحيحه هي السي. ما تديوش الاخوان على هاد العلامات اللي كاينين هنا، العلامات راه شي واحد دارهم نتوما ما تديوش عليهم. الريبونس اللي عندي الصحيح هنا هو السي. كيستيون 11، لا فالور دي برودوي دو سوليبيليتي كا اس دو ليدروكسيد دو كادميوم فو. باش نحسب الاخوان كا اس الفو دريسي لو طابلو دافونسمون، ضروري خصني نحط الطابلو دافونسمون ديالي باش نحسب كا اس اللي هو هذا. شوف معايا هاد السوليد هنا سي دي او اش عبارة عن سوليد، راه كيعطيني سي دي دو بلوس بلوس دو اش او موان. السوليد هنا في ليطا انيسيال ولطا ديكيفالون، هنا ليطا انيسيال كيكون عندي اون اكسي، خلاص هاد لي سوليد هنا مكنعوضهمش، نعتبرهم اون اكسي. شوف معايا هنا في ليطا انيسيال هنا عندي زيرو وهنا زيرو، وعقلوا عليها مزيان فاش كنبغي نحسب لا سوليبيليتي في تا
تي ايكيفالون مثلا كنشوف هنا بلاصة اكس كنحط اس، عقلوا عليها، بلاصة اكس كنحط اس، وبلاصة اس بلاصة اكس اللي هو لافونسمون كيما قلت لكم كنحط اس، تفاهمنا؟ هنا دوزيس حيتاش عندي هنا واحد دو، دونك غندوز الاخوان. وبالنسبة ليا اللي نفهم ان هاد اس راه ماشي هاد اس راه كيمثل كونسونتخاسيون، فهاد التونسيون هنا الاخوان ربطوا البال، راه ماشي كيمثل ليا ماشي لو نومبر دومول هنا، ماشي بحال اكس اللي كيعطيني لو نومبر دومول هنا، راه كونسونتخاسيون اس دوز اس صافي. دونك ندير واحد ديفي واحد الجينيراليتي ولا واحد نذكرو شي شويه بهذيك كاريس البرودوي سوليبيليتي. فاش كيكون عندي الاخوان واحد الرياكسيون كيتكتب على هذا الشكل، واحد السوليد سي اكس ا ايغريك، الا مشيت في هذا الاتجاه كتوقع السوليبيليزاسيون، جيت في هذا الاتجاه كتوقع بريسيبيتاسيون صافي. هاد السوليد هذا راه خصو يعطيني هنا، شو كتشوف داك لانديس اللي عندك هنا كضرب فيه هنا اكس سي ا لا بويسونس بي بلس، وهنا ايغريك ا لا بويسونس كي موان صافي. وشوف معايا كاي اس شنو كتساوي، هذا هو الديفينيسيون ديال كاي اس. وخصك تعرف باللي واحد القضيه ان هاد كاي اس راه كتساوي اكس اس ا لا بويسونس اكس فوا ايغريك اس ا لا بويسونس ايغريك. هادي الاخوان علاقه خصك تبقى عاقل عليها لان من الكور ديال الشيمي دو سوليسيون. دونك هنا كاي اس غادي نجي نابليكيها على هاد الحاله اللي عندي، غنلقى باللي كاي اس كتساوي هنا اكس اس على بويسونس اكس، هنا عندي واحد اس على بويسونس واحد، وهنا عندي دوزيس على بويسونس دو، وكنلقى 4 اس على بويسونس 3. دونك الاخوان تفاهمنا، هذه هي كاي اس هنا دون سوكا. دونك هذه هي كاي اس ديالي. دونك هنا الاخوان شنو غندير، غنمشي نقلب على اس. اس منين غنجبدها؟ غنجبدها من السيغما اللي عندي ديال السيغما اللي تزاد، السيغما ديال لي زيليمون، السيغما ديال لي زيليمون اللي تنتج ليا، اللي تنتجو ليا هاد اش او موان سي دي دو بلس، راه هي السيغما ديال السوليسيون موان السيغما ديال لا، تفاهمنا؟ هي هادي الاخوان. و السيغما كيما كتعرفو كتساوي لا سوم ديال لي لاندا اي فوا لي اكس اي، وهنا كتساوي لاندا ديال اش او موان فوا دوز اس، حيت هو الكونسونتخاسيون ديال اش او موان بلس لاندا ديال سي دي دو بلس فوا اس، اللي هو الكونسونتخاسيون ديال سي دي دو بلس. كان هنا كنفاكتوريزي بواحد اس هنا الاخوان، كنخرج اس من هنا، كنلقاها ابليكاسيون نيميريك سامبل، وكنخرج اس في التونسيون هنا الوحدات الميكرو سيمانس، خصو ضروري يرجع للسيمانس تفاهمنا، و الى عطاني ميلي سيمانس خصني نرجع كلشي للسيمانس، نخدم دي زونيتي اللي غيخرجوا ليا دي ريزلطا، يعني الزونيتي اللي هما معروفين السيمانس المتر بحال هكا الاخوان، شي حاجه بالميلي بالميكرو نحولها دائما. دونك هنا كنكمل لابليكاسيون ديالي، كنلقى بلي اس كتساوي 1.1 فوا 10 على بيسونس موان 2 مول في المتر موان 3. هاد المتر موان 3 الا مشيت بين نحسب كا راه ما خداماش ليا، خصني نرجع للتر، باش نرجع غنضرب في 10 على بيسونس 3، وفاش نطلع على الفوق غتولي موان 3. هي هادي الاخوان غتولي عندي 1.1 فوا 10 على بيسونس موان 5 مول بار لتر. هادي هي اس ديالي، اس راه كتمثل كيما قلت لكم كونسونتخاسيون، ردوا البال معايا. ك اس الان ك اس هي 4 اس على بويسونس 3، كنلقى هي 5.32 فوا 10 على بويسونس موان 15 صافي الاخوان. هذه هي ك اس، واللي هو الريبونس سي. اظن بانه السؤال فيه فقط شي علاقات اللي خصك تعقل عليهم بحال الطابلو دافونسمون على هذا الشكل كيتكتب هنا اس بلاس اكس، وهنا دوز اس حيتاش عندي هنا واحد دو. المهم بلاس اكس كنعوضو باس، و اس كتغيبريزونتي ليا واحد كونسونتخاسيون، هادشي اللي خصك تعرف. وبالنسبة للعلاقة الجينيرال باش كنخدم هي هادي لا غولاسيون جينيرال، هي هادي الاخوان ديال واحد لا رياكسيون على هاد الشكل هذا ديال السوليبيليزاسيون صافي الاخوان. و نتيدي باغ كون ديكتيميتخي لو دوزاج دي فوليم في زيرو عطاه ليا دان سوليسيون contenant la sède chlorhydrique H3O plus Cl moins de concentration molaire C1 et de chlorure de cadmium Cd2 plus plus 2Cl moins de concentration molaire C2. La solution titran est une solution d'hydroxyde de sodium in A plus plus OHO moins de concentration molaire Cb, de telle sorte qu'on puisse négliger
la dilution. La réaction qui se déroule en premier lieu, oui, attendez les réactions, les qui ont lieu, le premier lieu, ou attendez la réaction de les qui ont lieu. رجع الاخوان عطاني الرياكسيون دو اللي كتوقع ليا هي هذه صافي قال لي الان لي فوليم ايكيفالون بور لي دو رياكسيون سون ريسبكتيفمون نوتي في ايكيفالون 1 او في ايكيفالون 2 قال لك هنا لي فالور دو في ايكيفالون 1 اي في ايكيفالون 2 سون الاخوان هنا بغيت ندير واحد التيتراج ولا واحد دوزاج علاش بغيت نديرها بغيت نديرها لواحد في 0 عندي اولا واحد الفوليم في زيرو اللي فيه دو زيليمون فيه لاسيد كلوريدريك وفيه سي دي دو بلس لو كلورير دو كادميون سي دي دو بلس بلس دو سي ال موان صافي وعندو واحد سي دو هاد الجوج بغيت ندير ليهم واحد التيتراج ولا واحد الدوزاج بار ان ا بلس بلس هاد بهاد هيدروكسيد دو صوديوم ان ا بلس بلس اش او موان اللي عندو هاد سي بي هادي دونك هنا عطاني لي رياكسيون اللي كيوقعوا رياكسيون الاولى والرياكسيون الثانيه قال لي سير حدد لي في ايكيفالون ا في ايكيفالون 2 اش كنعرف انا الاخوان في 0 فوا سي 1 راه كتساوي هي سي بي فوا في ايكيفالون 1 صافي هادي هي باش غنحدد بعدا في ايكيفالون الاولى غندوزو الاخوان نشوفو لا سوليسيون في 0 فوا سي 1 كتساوي سي بي فوا في ايكيفالون 1 و في دونك من هنا في ايكيفالون ان راه كتساوي في 0 في سي ا على سي بي ابليكاسيون نيميريك لقات 3.5 في 10 ناقص 3 لتر اللي هي منها كيبان ليا بلي ريبونس هو ا ولكن حنا غادي نمشيو نشوفو كيفاش نخرجو في ايكيفالون 2 ورد معايا البال هنا حيت عندي السوليسيون مخلطين فيه جوج مخلطين بجوج في نفس الفوليوم حضي راسك هنا هنا ا ليكيفالونس شنو كيوقع في 0 فوا سي 2 كتعطيني سي بي فوا واحد في بي او واحد في بي او هنا راه ماشي هو في ايكيفالون 2 علاش حيتاش تزاد عليه واحد في ايكيفالون ايات ديجا تزاد عليه ورد معايا البال الاخوان دونك هنا ها هي العلاقه باش غنخرج في ايكيفالون 2 وغتبقاو عاقلين عليها في هذه الحالات في ايكيفالون 2 راه كتساوي في ايكيفالون ا بلس واحد في بي او اللي غنخرج من هذه الغولاسيون ديكيفالونس والغولاسيون ديكيفالونس ديال ليكواسيون الثانية كتكتب على هاد الشكل علاش في زيرو سي دو كتساوي سي بي في بي او على دو علاش الاخوان حيتاش عندي هنا واحد دو كتشوفوا واحد دو حدا اش او موان دونك راه هي اللي كتخرج ليا هاد دو لتحت الا درت الطابلو دافونسمون راه غيبان لكم داكشي واضح هادشي راه بسيط الاخوان دونك غنطلع دو هنا السي بي تهبط هنا وغنلقى في بي او كتساوي هي هادشي دونك من لهنا هاد في بي او الى زدت على في ايكيفالون ان راه هي اللي غتعطيني في ايكيفالون دو شرحت علاش الاخوان دونك ابليكاسيون نيميريك هنا كندير ابليكاسيون نيميريك سامبل كنلقى في ايكيفالون دو كتساوي 8 فوا 10 لا بيسونس موان 3 لتر الريبونس ديالي كيما قلت لكم هو ا البارتي الاولى من التصحيح ديال هاد ديال هاد الشيمي سوليسيون ديال هاد الامتحان سالينها في الفيديو الجاي ان شاء الله غنشوفوا لي 3 بارتي اللي باقيين ان شاء الله تعالى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم الجديد ان شاء الله.